المغرب يطعن في قرارات الكاف بخصوص شان الجزائر. قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استئناف قرارات الكاف الأخيرة بخصوص التجاوزات التي رافقت حفل افتتاح بطولة أفريقيا للاعبين المحليين في الجزائر والاعتداء العنصري على الجماهير المغربية، إضافة لحرمان المنتخب من الدفاع عن لقبه بالمسابقة. أعلنت الجامعة رفضها للقرارات الصادرة عن الكاف، وخاصة الاكتفاء بإنذار الجزائر، ورأت أنه قرار ليس صائبا بالمرة وفيه تجاوز صريح على القانون.